والآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية مع ليلى عمر. أهلا بك ليلى. أهلا سحر. أهلا نهى. ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لقاءات مشتركة مع ممثلي كبرى الشركات اليابانية في طوكيو، وذلك خلال جولته الترويجية بالمنطقة. من جانبهم قال مسؤولو شركة اي جي سي جروب انك التي تعمل في مجال صناعات زجاج السيارات والتطبيقات الإلكترونية عزم الشركة العمل على دراسة الفرص الاستثمارية في المنطقة. كما بحث رئيس اقتصادية قناة السويس أوجه التعاون مع ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في التعامل مع البيانات الضخمة وتحليل بيانات المركبات والسيارات والسفن. كما التقى رئيس المنطقة بممثلي مجموعة شركات يابانية عاملة في قطاعات صناعية متنوعة أبرزها قطاع البنية التحتية والمعادن. تفقد وزير البترول طارق الملا معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، وأوضح الوزير أن المعرض يشهد حضورا كثيفا في كل دوراته، حيث تم استعراض جناح المساهمة المجتمعية لقطاع البترول المصرية. وأوضح الملا أن هناك اهتماما من صناعة البترول المصرية وشركائها العالميين بدعم وزيادة مساهمتها المجتمعية في المناطق المحيطة بمواقع العمل والإنتاج. كما استعرض وزير البترول عددا من المشغولات اليدوية للأسر التي تم تمويلها من القطاع والمعروضة بالجناح الخاص بها. تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول في نسخته السادسة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وتناقش نسخة هذا العام آلية التحول في مجال الطاقة وأمن الطاقة مع التطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة. لما يكون عندنا مستويات جيدة من الإنتاج تجعلنا نغطي السوق المحلي ويبقى عندنا فوائد للتصدير، أتصور ده هو الهدف بتاعنا. ولذلك النهاردة لما بنشوف مثل هذا الإقبال بيدل على أنه إحنا نجحنا في أن إحنا نقنع المستثمر العالمي، وبالذات في مجال الطاقة، أنه مصر هو الوجهة المضبوطة وهي الوجهة المفضلة للاستثمارات بتاعتهم. على مدار 3 أيام يهتم المؤتمر والمعرض بعدد من الملفات المرتبطة بمجال الطاقة كالتحول وحلول الطاقة، إلى جانب الجيل القادم من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة. كما يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة. كل سنة متعودين إن احنا بنشارك في المؤتمر، هو مؤتمر السنة دي من أهم يمكن المؤتمرات، وبيحظى طبعا باهتمام من السيد رئيس الجمهورية ومعالي السيد وزير البترول في ظل التطورات اللي هي بتاعت الطاقة الموجودة في المنطقة، وبيجي بعد مؤتمر المناخ اللي اتعمل ده استكمالا يعني للسياسة اللي البلد ماشية فيها والوزارة ماشية فيها. موضوع الاستدامة هو موضوع جدا مهم، موضوع عالمي، وطبعا قطاع الطاقة هو القطاع المعني بهذا الموضوع. نحن كشركة في البرايفت سيكتور، القطاع الخاص الإماراتي، دائما باهتمامنا أن نكون مع علاقات طيبة عالمية. وطبعا أهم العلاقات اللي اليوم متواجدة العلاقات الإماراتية المصرية. مشاركة شركة النفط العماني للتسويق في معرض إيجيبس 2023 مهمة جدا بالنسبة لشركة النفط العماني للتسويق، لأنه نحن بنحاول مع الشركات المصرية لخلط الزيوت في جمهورية مصر العربية، وايضا التسويق منتجات زيوت السيارات في الجمهوريه بشكل عام. السوق المصري طبعا من السوق الاسواق الواعده الجاذبه للاستثمارات الاجنبيه. عندنا تنوع في الصناعات، عندنا صناعات البتروكيميكال، الاويل اند جاز اب ستريم وداون ستريم، وكمان التكرير.
يعد معرض ومؤتمر إيجيبس بمثابة بوابة للسوق المصرية، والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع البترول والغاز، كما يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إتاحة فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير هذا القطاع الحيوي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت الحكومة الأمريكية أنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونغرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو بتأجيله. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 86.18 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 89% ليسجل 79.43 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالمية بنسبة 27% لتصل إلى 2.89 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.7% لتسجل 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض متأثرة بأسعار النفط وأرباح شركات جاءت أضعف من المتوقع، في حين عوض مؤشر أبو ظبي الخسائر المبكرة. وتراجع مؤشر السعودية بنسبة 0.2% متأثرا بخسائر في القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية، كما انخفض مؤشر دبي 0.3% عند الإغلاق، منهيا مكاسب استمرت 9 جلسات متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والصناعة والاتصالات، بينما صعد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.1%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحار ونهى من جديد إليكم. شكرا جزيلا لك ليلى.